شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. زميلتي ريمي، ما هو الفريق الذي ستشجعينه أثناء بطولة كأس القارات؟ حليم، أنا سأشجع المنتخب الألماني. ريمي، رغم قوة منتخب ألمانيا إلا أنه لا صوت يعلو فوق صوت بطل أوروبا المنتخب البرتغالي. لابد من الإشارة أن تشيلي مرشح قوي للمنافسة، خصوصا مع وجود سانشيز على رأس الهجوم. أكيد روسيا ستفوز. بغض النظر عن المنتخب الفائز، أرتي سوف تكون معكم في تغطية شاملة لبطولة كأس القارات لننقل لكم أجواء المباريات وأبرز الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث. تابعونا ابتداء من 17 من يونيو حزيران عبر شاشة أرتي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.